السلام عليكم. بدون مقدمات نبدأ بالبرنامج الأول. هذا البرنامج يسمح لك بجمع جميع البرامج المفتوحة لديك في نافذة واحدة تماما كأنك تعمل في المتصفح. ففي بعض الأحيان تكون لديك عدة برامج مفتوحة في نفس الوقت، يمكنك الآن جمعها في نافذة واحدة، وكل واحد فيها يكون في تبويب خاص به ومجموعة جميعها في نافذة واحدة كما تشاهد معي. ليس هذا فقط، بل يمكنك دمج البرامج مع الإكسبلورر أو مدير الملفات في الويندوز كما تشاهد معي. مدير الملفات مفتوح، نضيف إليه برنامج ونضيف برنامج ثاني مثلا بنفس الطريقة، فقط تسحب البرنامج على هذا الشكل ويتم إضافته مباشرة، وبرنامج ثالث بنفس الطريقة. ولنزع أي برنامج يمكنك فقط سحبه على هذا الشكل. ليس هذا فقط، بل يمكنك أيضا حفظ جميع هذه البرنامج المفتوحة في نافذة واحدة وفي تبويبات مستقلة. يمكنك فتحها جميعا بالذهاب فقط إلى هذه الأيقونة، ثم تختار Save Group وتقوم بتسمية الجروب الخاصة بهذه البرامج لديك. ثم بعد ذلك عندما ترغب في فتحها جميعا في نفس الوقت، تذهب إلى All Programs في جهازك، ثم تجد خيار مجلد Save Group وتجد الجروب التي قمت بتسميتها بنفس الاسم. عندما تفتحها تفتح معك على هذا الشكل جميع البرامج في نفس الوقت وفي نافذة واحدة. البرنامج الثاني هو برنامج Game Save Manager. يمكنك من خلال هذا البرنامج حفظ ملفات الفيديو ومراحل تقدمك في الألعاب وعمل نسخة احتياطية لها ومشاركتها وأيضا استعادة النسخة الاحتياطية بكل سهولة. والجميل في هذا البرنامج هو أنه يدعم جميع ألعاب الفيديو الشهيرة تقريبا، بحيث تجد فيه أكثر من 6000 لعبة مدعومة، وبالتالي يمكنك مشاركة مراحل تقدمك في ألعابك المفضلة مع أصدقائك وأفراد العائلة بكل سهولة. وهو من البرامج المهمة جدا لكل محبي ومهووسي الألعاب، وخصوصا ألعاب الكمبيوتر بطبيعة الحال. البرنامج الثالث ليس إلا الشهير تيراكوبي، الذي يعتبر من أفضل وأسرع وأأمن الطرق لنقل الملفات في جهازك أو من جهاز إلى آخر. والمميز في هذا البرنامج هو سرعته الكبيرة جدا مقارنة بالطريقة التقليدية ومقارنة بباقي البرامج الأخرى، كما أنه يقدم ميزات أخرى من قبيل مثلا تجاوز الملفات التي تحتوي على بعض المشاكل. إن كان هنالك مشكلة في أي ملف البرنامج يوضحه لك. من أهم ميزته أيضا هو أنه ينتظر إلى حين الارتباط أو الاتصال بالشبكة في حال تم فصل الارتباط أثناء عملية النقل، تفاديا لحدوث أي مشكلة. وهو من أهم البرامج التي أنصح بها أي شخص يعمل على الويندوز. البرنامج الرابع هو ليبر أوفيس أيا كان النطق لا يهم. المهم في الأمر هو أن هذا البرنامج يعتبر أفضل بديل لبرامج حزمة الأوفيس، بحيث تجد فيه برامج بديلة للوورد، للإكسل، للباوربوينت وغيرها من برامج حزمة الأوفيس. والجميل في الأمر هو أن هذا البرنامج يدعم جميع ملفات برامج حزمة الأوفيس بجميع امتداداتها، كما تشاهد امتدادات الوورد موجودة وجميع امتدادات حزمة الأوفيس عموما تجدها هنا، وبالتالي يمكنك العمل على ملفاتك التي سبق وأن عملت عليها ببرامج الأوفيس مباشرة من خلال هذا البرنامج. نعود إلى الألعاب في البرنامج الخامس، وهو برنامج جوك جالاكسي. فهذا البرنامج يسمح لك بإدارة جميع ألعابك على جميع المنصات بما في ذلك ستيم، بلاي ستيشن، أوريجين وغيرها من المنصات. كل المنصات المشهورة لألعاب الكمبيوتر يمكنك إدارة برامجك عليها من خلال هذا البرنامج. يمكنك تتبع مراحل تقدم ألعابك وإنجازاتك أيضا، ثم أيضا إضافة خلفيات كوفرز، بالإضافة إلى اكتشاف الجديد في أشهر الألعاب بين أصدقائك والمقربين منك وفي مجتمع الألعاب حول العالم على العموم.
ليس هذا فقط، بل يسمح لك أيضا بتثبيت أي لعبة للكمبيوتر مباشرة من البرنامج، مهما كانت منصة الألعاب التي توجد عليها هذه اللعبة. ثم أيضا يسمح لك بمعرفة من أصدقائك يوجد في حالة الأونلاين، وكذلك التواصل مع أي شخص أو صديق من خلال ميزة الشات. نأتي الآن إلى البرنامج السادس، إنه الشهير نت ليميتر. وكما هو واضح من اسمه، فهذا البرنامج يسمح لك بتحديد صبيب الإنترنت للبرامج والتطبيقات، معرفة منها يستهلك الإنترنت. فمثلا عندما تختار هذا الوضع Ask في الإن والآوت، الآن عندما يريد أي برنامج استخدام الإنترنت على جهازك، تظهر هذه النافذة تخبرك بأن هذا البرنامج مثلا مايكروسوفت إيدج في هذه الحالة يريد استخدام الانترنت، ومن هنا يمكنك ان تسمح له بشكل دائم او مؤقتا، او ترفض ايضا بشكل دائم او مؤقت، اما allow او deny، وهكذا مع اي برنامج اخر. كلما حاول احد البرامج استخدام الانترنت، هذا مهم جدا من الناحية الامنية. كما يمكنك ايضا تحديد نسبة التحميل والرفع لاي برنامج موجود على جهازك، وهذا يسمح لك أيضا بإدارة صبيب الإنترنت على جهازك بشكل أفضل، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى، مثل معرفة ما هو الIP الذي يستخدم الإنترنت على جهازك بالضبط، ومزايا أخرى يمكنك اكتشافها عند تشغيل البرنامج ليتسع المجال لشرحه بالتفصيل، لأننا في هذه الحلقة بصدد مشاركة البرامج وليس شرحها برنامج برنامج، اختصارا لوقت الحلقة ووقتكم، ولأن الحلقة لا تقتصر على برنامج واحد وإنما 10 برامج. ننتقل إلى البرنامج السابع، وهو MSI Afterburner، الذي يعتبر أيضا من أهم البرامج لكل محبي الألعاب، فمن خلاله يمكنك أن تحصل على استفادة القصوى من مميزات جهازك، وخصوصا كرت الشاشة التي تعتبر أهم عنصر في تحديد جودة تجربة اللعب على الكمبيوتر. هذا البرنامج يسمح لك بعمل ما يعرف بكسر سرعة كرت الشاشة، وأيضا مراقبة الأداء أثناء اللعب. كما يمكنك أيضا من خلاله ضبط سرعة مراوح كرت الشاشة يدويا، والتقاط صورة للشاشة، تصوير فيديو لشاشة الكمبيوتر أثناء اللعب، والعديد من الميزات الأخرى. لكن ما أنصحك به هو ألا تفرط في عمل overclocking أو التلاعب في هذه الإعدادات. ابدأ مثلا بالpower limit، قم بزيادتها قليلا، نفس الشيء مع temp limit أو الحرارة، core clock وأيضا memory clock، فقط لا تبالغ في رفع هذه القيم كثيرا، ارفعها قليلا وانظر إلى الأداء، وهكذا استمر. والجميل في الأمر هو أن هذا البرنامج لا يدعم فقط كرت الشاشة المصنوعة من طرف MSI نفسها، وإنما جميع أنواع كرت الشاشة بدون أي مشاكل. مهما كان نوع كرت الشاشة على جهازك، يمكنك استخدام هذا البرنامج، فقط كما قلت لا تبالغ في رفع هذه القيم، وإنما ارفعها بالتدريج وبدون أي مبالغة. البرنامج الرابع هو Super F4. هذا البرنامج أيضا من البرامج المهمة جدا لكل مستخدمي الويندوز، فأحيانا يتشنج الحاسوب ولا يمكن استخدام مدير المهام أو تاسك مانجر، حتى لو قمت بالضغط على كنترول ديل وشيفت، في بعض الحالات لا يمكنك استخدام مدير المهام لإغلاق هذه البرامج، خصوصا إذا كانت في وضع الشاشة، وحتى إذا كنت تستخدم مدير المهام في الشريط العلوي، ففي بعض الحالات أقول لن تنفع معك هذه الطريقة، ولن تتمكن من إغلاق البرنامج المتشنج الذي يتسبب في المشكلة على حاسوبك. وبالتالي ففي هذه الحالات يكون هذا البرنامج مفيد جدا، يكفي عندها فقط عندما تحدث هذه المشكلة أن تضغط على المفتاح F4 من لوحة المفاتيح أو مفتاح الكنترول، ليتم إغلاق البرنامج المتسبب في المشكلة والخروج منه بدون أي مشاكل، وبالتالي استخدام جهازك بشكل عادي. البرنامج التاسع هو برنامج شيركس. يعتبر هذا البرنامج أحد أفضل البرامج لالتقاط صور أو لقطات أو ما يعرف بالسكرين شوت للحاسوب، والمميز فيه هو أنه يرفع الصورة التي تريد ويعطيك رابط هذه الصورة كما تشاهد معي،
رابط مباشر يمكنك أن تحصل عليه، كما أنه يحتوي على ميزات أخرى جميلة جدا، بحيث يمكنك من خلاله تصوير مقاطع فيديو كاملة بالإضافة إلى التقاط سكرين شوت أو صورة لصفحة بالكامل. فقط تقوم بعمل سكرولين أو نزول في الصفحة ليتم التقاط أو تصوير الصفحة بالكامل حتى لو كانت طويلة جدا، ويسمح لك أيضا بالتقاط الصور المتحركة أو صور الجيف أو الجي آي إف والعديد من الميزات الأخرى. فهو يحتوي على الكثير من الإعدادات كما تشاهد معي، يمكنك أن تكتشفها بنفسك، وهو أيضا يعتبر من البرامج المهمة جدا لكل شخص يعمل على الويندوز. البرنامج العاشر والأخير في هذه الحلقة هو برنامج الكيوتي تاب بار، يعتبر أيضا من البرامج المهمة جدا، وهو شبيه في عمله بالبرنامج الأول الذي شاهدناه في هذه الحلقة، لكن خاص بمدير الملفات في جهازك أو الإكسبلورر. كما تشاهد يمكنك باستخدام هذا البرنامج أن تفتح جميع المجلدات والملفات الخاصة بك في نافذة واحدة، لكن في تبويبات مستقلة، وهذه ميزة من المفروض أن تكون في الويندوز، لكن للأسف إلى الآن لم تفطن مايكروسوفت إلى هذا الأمر ولم تضيفها. فقط بعد تثبيت البرنامج تذهب إلى الأوبشنز هنا وتختار هذا الخيار كيوتي تاب بار، ثم سوف تجد أيضا خيارات أخرى إن أحببت تفعيلها، لكن يفضل أن تترك هذه الخانات، لا داعي لتفعيلها، فقط قم بتفعيل الخيار الأول كيوتي تاب بار. الآن عندما ترى في فتح أي مجلد في نافذة مستقلة أو تبويب مستقل، يكفي أن تضغط عليه على هذا الشكل وتختار Open a New Tab أو فتح في تبويب جديد كما تشاهد معي على هذا الشكل، وتكون كل مجلداتك في نفس النافذة لكنها في تبويبات مستقلة. لا شك أنه برنامج جميل جدا ومفيد لكل مستخدمي الويندوز. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه، أتمنى أنها قد أعجبتكم، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في قادم الحلقات والشروحات على موقعكم مشروح. دمتم جميعا في أمان الله.